يمكن اذا سمعته قبل فتره هو يونس محمود جاونا الى النادي، كان لقاء ودي لطيف صراحه. طلب من عندي لوحه، هو فنان احمد راضي، اللي ما يعرف احمد راضي، احمد راضي فنان يعشق الفن التشكيلي. فشاهد عندنا لوحه بالنادي، قال لي محمد اريد هاي اللوحه. استاذن من كابتن شرار الكابو كذا، قال لي اريد لي لوحتين اخرين، قلت يابا عهد علي بس مجرد يعني ان شاء الله كان نهايه اسبوع، تعال قبل اسبوع ان شاء الله اجيب لك لوحتين. زين. اليوم الثاني سبحان الله صار بمرض كورونا، ودخلنا كلتنا انذار كنادي، دخلنا يعني بعد ما هو انصاب بكورونا، يعني كلتنا ذهبنا الى اذا سمعتوا عملنا فحص كابتن شرار كابتن يونس محمود، الحمد لله. ورحنا زرناه بعدين كابتن شرار زاره، ولاحظنا باحمد راضي العزيمه، سبحان الله. نحن انا متالم يعني جيل باحه ليلا وضعه جدا جيد. يعني كابتن عدنان درجال متابع يومي مع كابتن شرار حيدر. زين. يعني اخبار الباحه كانت اخبار ايجابيه، انا اليوم صدمت صباحا اتفاجئ باحمد راضي صباحا قاعد ينهض، يعني يتوضا الصبح ذهب الى يعني دوره المياه وفارق الحياه في اللحظات. سبحان الله. انا هذه الخاتمه جدا حزنت عليها صراحه. احمد راضي ما يستاهل اللي صار بي. راضي اسم كبير يستحق اكثر. واحمد راضي يعني كان يتمنى بس يشوف ابنه فيصل، كان اليوم طيارتي كان يفطر الساعة 1 الظهر يعني يصل عمان يشوف عائلته، كان جدا مشتاق لبناته والابنه فيصل. نعم. يعني ما سرهم هذا قدره يموت بين على ارضه على يندفن في مقبره الكرخ، وهذا قدر احمد راضي مع الاسف يعني خسرناه. نعم. بس هو يبقى اسمه ذاكر. وانا اليوم من منبركم اشكر اخواني زملائي في الهيئه الاداريه نادي الكرخ، اليوم كان عندنا اجتماع هيئه اداريه قررنا تسميه ملعب نادي الكرخ بملعب المرحوم احمد راضي، وراح نثبته بالاتحاد العراقي المركزي وايضا بالاتحاد الاسيوي انه هذا الملعب يسميه ملعب الكابتن احمد راضي، ليظل ذكراه خالد ان شاء الله تعالى. عاشت ايديك.